فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يوجد ضابط في معرفة أن هذا الفعل يعتبر من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ إذا كان من أنواع العبادة وصرفه لغير الله هذا من الشرك الأكبر، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، دعا غير الله، هذا من الشرك الأكبر. أي نوع من أنواع العبادة إذا فعل لغير الله فهو شرك، شرك أكبر. نعم. أما الحلف لغير الله، أما الرياء، أما هذا شرك أصغر. نعم. قول لولا الله وأنت ما شاء الله، هذا كله من الشرك الأصغر. نعم.